أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في نشرة الظهيرة مباشرة على الأولى. هذه أبرز عناوينها. السياحة تعتبر مصدرا رئيسيا للموارد الاقتصادية لورزازات ورافعة أساسية للتنمية بالمنطقة. معطيات النصف الأول من هذه السنة تشير إلى انتعاش القطاع السياحي بنسبة 7%. حملة تحسيسية بضرورة حماية البيئة بشاطئ دياب في إطار برنامج شواطئ النظيفة ومبادرة جمعوية لجمع النفايات التي يتركها المصطفون. مدينة الصويرة استضافت على مدى 3 أيام مهرجان الحضرة النسوية وموسيقى الحال، تظاهرة تنوعت فقراتها الفكرية والفنية والموسيقية. أهلا بكم. اليوم هو فاتح شهر ذي الحجة للعام 1439 هجرية، وعيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 22 من غشت الجاري. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد الأضحى السعيد على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة، وأعاده على الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب. ورزازات وجهة سياحية وطنية ودولية متميزة. القطاع السياحي بالمدينة يعتبر مصدرا رئيسيا لمواردها الاقتصادية ورافعة أساسية للتنمية، وذلك بفضل ما تتوفر عليه المنطقة من مقومات سياحية. معطيات النصف الأول من هذه السنة تشير إلى انتعاش القطاع بنسبة 7% من حيث عدد الوافدين وليالي المبيت. روبورتاج عبد الحميد جبران وفؤاد الحرش. مدينة ورزازات تعتمد بشكل كبير على القطاع السياحي في منظومتها الاقتصادية والاجتماعية. سياح مغاربة وأجانب تغريهم طبيعة المدينة وهندسة قصورها وقصباتها، فضلا عما تسخر به من صناعات تقليدية وجاذبيتها كقبلة لتصوير الإنتاجات السينمائية العالمية. أول مرة أزور المغرب ومدينة ورزازات، أنا من هولندا، أجد هذه المدينة جميلة جدا، مدينة جميلة بقصبات جميلة تستحق الزيارة. المدينة تتوفر على بنيات سياحية مهمة توفر حوالي 3000 غرفة مصنفة، وهو ما يمكنها من استيعاب أفواج السياح الوافدين خصوصا خلال فترات ذروة النشاط السياحي. وطبعا رغم تفضيل الكثير من السياح للوجهات الساحلية خلال هذه الفترة، فللمدينة عشاقها الأوفياء. هذه ثاني مرة كنجيو هنا مدينة ورزازات، مدينة زوينة فيها شوية الكالم، نقية، فيها بلايص زوينين يستاهلوا يعني مرة الجاية الإنسان يرجع لهم. ورزازات عجبتنا، الدراري عجبتهم، أول مرة كيجيو لها عجبتهم بزاف صراحة. واخا الحال سخون ما حسيناش بديك الحرارة ديال الشمس اللي كيهضروا الناس كيقولوا سخونة ولا هذه، صراحة زوينة، الناس كلهم طيبين. المدينة استقبلت السنة الماضية حوالي 400,000 سائح يتقدمهم الفرنسيون والإسبان والصينيون، كما سجلت خلال النصف الأول من هذه السنة تحسنا يقارب 7% على مستوى الوافدين وليالي المبيت. فالسياحة مستقبل المدينة وأملها لتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولتسليط الضوء على وضعية القطاع السياحي بالمدينة نربط الاتصال المباشر مع السيد محمد تخشي عضو المجلس الإقليمي للسياحة ورئيس جمعية وكالة الأسفار بجهة درعا تفيلالة. مرحبا بكم سيدي، وبداية ما تقييمكم للوضعية الراهنة للقطاع، القطاع السياحي بورزازات وأهميته بالنسبة للنسيج الاقتصادي للمدينة؟
شكرا على الاستضافة. أولا بغيت نقول السياحة في ورزازات هي العمود الفقري ديال الاقتصاد ديال ورزازات. كاين شوية ديال السينما ولكن السياحة اللي عليها العمدة بزاف واللي هي كتعيش وكتدير كتدير الخدمة وكتعمروا الفنادق وتيكون الرواج في المدينة ملي كيكون السواح. هذا العام هذا الحمد لله طلعت السياحة وبدات كتنتعش أحسن من العام الفايت والعام الفايت غادي غادي الحمد لله لقدام كنتمنوا المزيد إن شاء الله. طيب أكيد أن القطاع السياحي هو قطاع أساسي في المدينة ولكن هناك مجموعة من التحديات التي تواجهه. نعم التحديات كثار بزاف. خصنا نتمركزوا أولا في الأسواق الجديدة كأسواق الصين وأسواق بولونيا. المهم الأسواق الآخرين عندنا مع المارشي فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ولكن الآن حان الوقت باش نتمركزوا ونعملوا كثير ونديروا الإشهار والتسويق في الأسواق الأخرى كمثلا كما قلت الصين اللي هي دابا بزاف ديال السواح الصينيين كيتجهوا لهذه المنطقة هذه وكتعجبهم بزاف. طيب بالإضافة إلى فتح الأسواق ما هي بنظركم الاستراتيجية اللازم اتباعها للنهوض بهذا القطاع حتى يلعب دوره كاملا في التنمية بالجهة؟ نعم بالجهة أظن أنه المشكل هو مشكل كبير جدا لأنه الطيران هو الأول والطريق ما بين مراكش ورزازات والتسويق وكذلك يجب أن نبدأ بتكوين المجلس الجهوي للسياحة اللي غادي يتكلف بالتسويق ويتكلف بترويج المنتوج السياحي خارج الوطن وداخل الوطن. طيب نشكرك على هذه التوضيحات السيد محمد تخشي عضو المجلس الإقليمي للسياحة ورئيس جمعية وكالة الأسفار بجهة درعا تافيلالت كنت معنا مباشرة من ورزازات. في نشرة خاصة تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية استمرار موجة الحرارة اليوم وغدا حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 38 و43 درجة بكل من تارودانت، غرسيف، الخميسات، خريبكا، الفقيه بن صالح، قلعة سراغنا، سطات، مراكش وارحمنا. كما تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية اليوم نزول زخات رعدية قوية محليا إلى غاية 10 ليلا وذلك بمناطق الحوز، تارودانت، أزلال، بني ملال، شيشاوة، ورزازات، ميدلت، تنغير وأيضا بالراشيدية، فيجيج، زاغورا، طاطا، السزاق، سمارة، تيزنيت، سيدي إفني، بوشدور والعيون. وفي موسم الصيف وفي إطار برنامج شواطئ نظيفة شهد شاطئ عندية بالدار البيضاء حملة تحسيسية لجمع النفايات التي يتركها المصطفون شارك فيها العديد من الأطفال والشباب. الحملة نظمت بمبادرة من عدد من الجمعيات وبشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء. ليلى أسلي وعبد الرحمن زيان. الأمل في الحفاظ على شواطئنا النظيفة هو الهدف الذي دفع هؤلاء الأطفال بمعية عدد من الفاعلين في المجتمع المدني إلى المشاركة ضمن هذه الحملة التحسيسية والتوعوية بالشاطئ عين دياب، حملة تطوعية بيئية تروم ترسيخ مبادئ التعاون الإيجابي لدى الأطفال كما الكبار. نحن كمجتمع مدني بتنسيق مع المجلس المدينة اللي كينظم هذه الحملات التحسيسية، حملات توعوية في نظافة الشواطئ ديالنا، فمعنا كيساهموا معنا وليدات مخيم اليوم تقريبا 50 طفل اللي ساهموا معنا في هذه الحملة. احنا جد مسرورين باش نشاركوا في هذه الحملة لأننا بغينا نحسوا المواطنين أن الشواطئ ديالنا والغابات ديالنا وجميع سواء في الوطا سواء في الجبال بغينا تكون بلادنا نظيفة. ولغرس ثقافة الحرص على نظافة البيئة لدى هؤلاء الصغار وزيادة الوعي لديهم يتم تلقينهم كيفية فرز النفايات التي شاركوا في جمعها وكذا كيفية إعادة تدويرها لإعطائها حياة جديدة خدمة للبيئة والمجتمع. بعدنا شاركنا في حملة النظافة جمعنا الأزبال وفرزناهم كل واحد حطيناه في مكانه ومن هذوك الأزبال قدرنا نصنعوا
أشياء خضر من جديد. خرجنا اليوم باش نجمعوا الزبال واستفدنا باننا خاصنا نعاودوا نشدوا ديال هذيك الاشياء، خاصنا نحطوا كل حاجه في براستها. وجينا عند واحد السيده باش تعلمنا باش نعاودوا نشدوا ديال الاشياء. ولتكون سفير النظافة يكفي أن تقبل مساعدة نساء ورجال النظافة، التفاتة صغيرة تحمل في طياتها معاني كبيرة، فمسؤولية المحافظة على نظافة البيئة هي مسؤولية مجتمعية تقع على عاتق كل فرد منا. ونبدأ جولة الأنباء العالمية من مالي، حيث يتجه الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا للفوز بولاية جديدة بعد إجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم أمس. اقتراع مر وسط إجراءات أمنية جد مشددة وتخللته أعمال عنف. فرح ساف. في أعقاب انتهاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وانطلاق عملية فرز الأصوات، اتجه الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا إلى حسم نتيجة الاقتراع لصالحه. وحصل كيتا على 41% من الأصوات خلال الجولة الأولى التي جرت متم الشهر الماضي، مقابل نحو 18% لسوميلا سيسي وزير المالية السابق وزعيم المعارضة. وشابت هذه الانتخابات أعمال عنف متفرقة، غير أن بعثة الاتحاد الأوروبي التي تراقب 40 مركز اقتراع أكدت أنها لم تؤثر على سير العملية، وأضافت أن نحو 95% من هذه المراكز فتحت في موعدها المحدد. السلطات المالية عبأت أكثر من 36,000 جندي لتأمين الانتخابات الرئاسية، كما استعانت بجنود بعثة الأمم المتحدة ومجموعات مسلحة من شمال البلاد سبق أن وقعت اتفاق سلام مع الحكومة. ويسعى الرئيس المنتهية ولايته إلى تحقيق انتصار ثان على منافسه سيسي كما جرى عام 13 و2000 حين فاز عليه في جولة الإعادة. في فصول الصراع باليمن، أعلن الجيش اليمني مساء أمس عن استعادة السيطرة على مناطق جديدة في محافظة صعدة معقل جماعة الحوثيين شمال البلاد. وأوضح الجيش أن عملية السيطرة هاته جاءت عقب معارك دارية أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي. أعمال العنف والتفجيرات مستمرة في أفغانستان. اليوم أعلنت السلطات أن مهاجما انتحاريا فجر نفسه قرب مكتب مفوضية الانتخابات في العاصمة كابول، حيث احتشد عشرة المتظاهرين، وأدى الهجوم إلى مقتل رجل أمن وإصابة آخر. ويوم أمس لقي 11 جنديا على الأقل حتفهم وأصيب 21 آخرون في هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية شمال البلاد. الكوريتان تتفقان اليوم على عقد لقاء قمة في بيونغ يونغ في شتنبر المقبل. الاتفاق تم بعد محادثات أجراها وفد البلدين في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل الشمال عن الجنوب. وكان رئيس البلدين قد التقيا في أبريل الماضي للمرة الأولى، واتفق على عقد قمة أخرى في بيونغ يونغ في الخريف المقبل. تقلبات جوية تعيشها عدد من بلدان العالم، فبينما تعاني عدة مناطق من موجة حر شديد تواجه مناطق أخرى فيضانات وأمطار موسمية. كما ضربت هزتان أرضيتان اليوم كلا من الصين وألاسكا، بينما ارتفعت حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب أندونيسيا الأسبوع الماضي إلى 400 قتيل. مريم العوفير. أصيب عدد من الأشخاص وتعرض منزلان للتدمير بشكل جزئي بسبب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة ويتشي جنوب غربي الصين فجر هذا اليوم. وبينما قال مركز شبكة الزلازل الصيني إن مركز الزلزال كان على عمق 7 كيلومترات وإن سكان المدينة شعروا بقوته، أطلقت إدارة الزلازل بالمقاطعة استجابة طارئة وأرسلت فريقا من الخبراء إلى المناطق المتضررة للمساعدة في أي حالة طارئة. بعيدا عن الصين، قرب قرية كاكتوفيك في ولاية ألاسكا الأمريكية وقع زلزال بقوة 4.6 درجات. الزلزال وصف بكونه الأقوى على الإطلاق في منطقة المنحدر الشمالي المنتجة للنفط في ألاسكا.
أما بأندونيسيا وبعد أيام على زلزال لومبوك الذي أودى بحياة المئات، لا يزال آلاف الناجين بدون مأوى وبدون ماء، وقد وصل عدد النازحين إلى 400,000 تقريبا ينتظرون وصول المساعدات. يحدث ذلك في وقت تجتاح الهند موجة من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية، لقي فيها أكثر من 700 شخص مصرعهم في كافة أنحاء البلاد، بينما تشرد 20,000 شخص. الصين بدورها أجلت أكثر من 200,000 شخص مع وصول الإعصار ياجي إلى اليابسة على ساحلها الشرقي في وقت متأخر من يوم الأحد، صاحبته رياح بلغت سرعتها نحو 102 كيلومتر في الساعة. احتضنت جماعة إيغود بإقليم اليوسفية الملتقى الثالث للمنظمة العالمية للتنمية والتضامن بالساحل والصحراء بالمغرب، تظاهرة تضمنت عدة أنشطة ثقافية واقتصادية ورياضية تندرج في إطار التعريف بالمؤهلات التي تتميز بها هذه المنطقة التي شهدت في الآونة الأخيرة اكتشاف أقدم بقايا إنسان عاقل. المتابعة لمحمد الوهيبي وعبد الغني الطهراوي. منطقة إيغود باليوسفية التي شهدت اكتشاف أقدم بقايا فصيلة إنسان عاقل والتي أضافت دينامية للمنطقة، اغتنمتها المنظمة العالمية للتنمية والتضامن بالساحل والصحراء بالمغرب لدعم أنشطة المنطقة، وضمنها تيسير بسط منتوجات التعاونية المبدعة بالمنطقة تشجيعا وتحفيزا للصانعات لترويج سلعهن. نظم بجامعة إيغود الملتقى الثالث للمنظمة العالمية للتنمية والتضامن بالساحل والصحراء، والذي تخللته عدة أنشطة ثقافية ورياضية وتنموية، من سباق على الطريق لفائدة أطفال وشباب المنطقة، ثم مسابقة لانتقاء أفضل سلالة الصالوقي، بالإضافة إلى ندوة فكرية بعنوان اعتماد مجلس الأمن مبدأ التشاركية في حل نزاع الصحراء. بغينا إن شاء الله النهوض بهذا المكسب، احنا كنعتبروه مكسب المنطقة إيغود، شباب إيغود، ناس إيغود، نساء وأطفال كلهم فرحانين باش يشوفوا إيغود في واحد المنظر جميل. كذلك إن شاء الله بغينا النهوض بما هو ثقافي في المنطقة والنهوض بالصناعة التقليدية. تطلع إلى التعريف بمؤهلات منطقة إيغود وميول إلى تصريف منتوجات المنطقة والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي أهداف وراء تنظيم هذا الملتقى. وعلى مدى 3 أيام استضافت مدينة الصويرة فعالية الدورة السادسة لمهرجان الحضرة النسائية وموسيقى الحال الذي نظمته جمعية الحضارات الصويريات تحت شعار دور الشباب في التصوف بالمغرب. المهرجان الذي تزامن مع أيام العطلة الصيفية عرف متابعة كبيرة من قبل ساكنة وزوار المدينة، وتنوعت فقراته الموسيقية والفنية والفكرية. خديجة زروال وعبد الغني الطهراوي. فرق الموسيقية نسوية صوفية أحيت الحفل الختامي لمهرجان الحضرة النسائية وموسيقى الحال. فرق من مختلف المدن المغربية أبدعت في تقديم فقرات غنائية روحية تفاعل معها جمهور مدينة الصويرة. كنتمنى ودائما يستمر هذا المهرجان ديال الصويرة مع استجابات الناس يعني من الداخل ومن الخارج. الجمهور كشتو تجاوب ديال الجمهور الكبير العاشق للون الغيواني، وهذه المهرجانات كيشجعوا الشباب خصوصا في هذا اللون الغيواني. هذه الفقرات الموسيقية الصوفية تخللتها أغاني لمجموعة من الفرق الشعبية المغربية التي شاركت في هذا الحفل وأعطت بعدا ثقافيا متميزا لهذا المهرجان. لأول مرة
مرة كنشاركوا فيه، وكنتمناو له إن شاء الله يعني إعادة في إعادة في إعادة. كتحس به بأن ماشي مهرجان غير الأغنى، ولكن مهرجان للروح، مهرجان التصالح مع الروح. المهرجان الذي يعكس إبداعات النسائية في موسيقى كانت في السابق حكرا على الرجال، أصبح بفعل هذه الإبداعات يحظى بشعبية واسعة على الصعيد الوطني والدولي. رياضيا، فاز فريق برشلونة بالكأس الإسبانية الممتازة أمس بعد تفوقه على فريق إشبيلية بهدفين لواحد في المباراة التي جمعت بينهما بالملعب الكبير لطنجة. وهذه المقابلة تم إجراؤها للمرة الأولى خارج التراب الإسباني. وقد أعرب مدرب فريق برشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالفوز بهذه الكأس، وقال إنه من الجيد رؤية الجماهير تشجع برشلونة وتشجع ميسي. من جانبه اعتبر مدرب فريق إشبيلية أنه من الصعب اللعب ضد فريق كبير ولاعبين معتادين على المباريات الكبيرة، مبرزا أن برشلونة كان الأفضل، كما أشاد بالجمهور الذي ظل يشجع فريق برشلونة منذ بداية هذه القمة الكروية. وفي كرة المضرب، تميزت بطولة تورونتو وموريال بكندا بتتويج كل من الإسباني رافائيل نادال والرومانية سيمونا هاليب بلقب البطولتين. عبد الحق بيهت. في سن 32 لازال اللاعب الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا، لازال يحصد الألقاب أينما حل وارتحل. آخر هذه الألقاب بدورة تورونتو الكندية، سادس دورات، 1000 نقطة للأساتذة، حيث فاز في لقاء النهائي على اللاعب اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيباس 20 سنة، والمصنف في المرتبة 27 عالميا، والذي أقصى في هذه الدورة أسماء معروفة قبل بلوغ النهائي. التتويج باللقب كلف نضال 1:43 للحسم في اللقاء والحصة 2-0، 6-2 و7-6، وهو اللقب الرابع في هذه الدورة والخامس هذا الموسم، واللقب 80 له في مشواره الرياضي. ودائما بكندا وفي بطولة موريال المفتوحة، عانت اللاعب الرومانية سيمونا هاليب 26 سنة، والمصنف الأولى عالميا لدى الإناث، عانت كثيرا قبل تحقيق لقب هذه البطولة لتفوز في لقاء النهائي على الأمريكية سيرون ستيفانس 25 سنة، والفائزة بلقب بطولة ميامي قبل 4 أشهر. والحصة 2 لجولة واحدة، 7-6، 3-6، و6-4. اللاعب الرومانية سيمونا هاليب فازت مرة أخرى على الأمريكية ستيفانس كما كان الشأن في نهائي بطولة رونو غاروس قبل 2 شهر، وهذا اللقب هو الثالث لها هذا الموسم بعد بطولتي شينزين بالصين وفرنسا مفتوحة. نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز ما تابعنا فيها. السياحة تعتبر مصدرا رئيسيا للموارد الاقتصادية لورزازات ورافعة أساسية للتنمية بالمنطقة. معطيات النصف الأول من هذه السنة تشير إلى انتعاش القطاع بنسبة 7%. حملة تحسيسية بضرورة حماية البيئة بشاطئ عين دياب في إطار برنامج شواطئ نظيفة، ومبادرة جمعوية لجمع النفايات التي يتركها المصطفون. مدينة الصويرة استضافت على مدى 3 أيام مهرجان الحضرة النسائية وموسيقى الحال، تظاهرة تنوعت فقراتها الفكرية والفنية والموسيقية. شكرا لكم على المتابعة، وأترككم في أمان الله.